مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثالث المتوسط. وصلنا إلى موضوع جديد بعدنا بالوحدة الأولى، هو موضوع سهل وحلو اسمه compound noun، بمعنى الأسماء المركبة. بالبداية قبل أن نبدي، أنا دائما أحب أقول لكم أنه القواعد اللي أنا أقدمها أحاول أقدمها بطريقة تحبوها وتكون سهلة عليكم وتفتهموها وتكون غير مملة، أهم شيء غير مملة. زين، هسه خليني نجي نشوف شنو هو الكومباوند ناون. بالبداية ماكو أي قاعدة عن الأسماء المركبة، هو بس أمثلة من الأمثلة أنتوا راح تعرفون شنو الأسماء المركبة. زين، أنا هاي مو قاعدة وإنما في التوضيح صغير، أوكي؟ شوفوا، أنا عندي اسم واسم، ناون زائد ناون. يطلع عندي different noun، اسم مختلف. يعني شلون؟ يعني أنا أجيب اسم، أجيب الاسم الثاني أحطهن مع بعض تطلع لي اسم بس مختلف. خلينا نأخذ مثال wind وروف، wind رياح وروف سقف، راح أحطهن مع بعض بهالشكل، أوكي؟ صارت عندي wind roof. ويند روف بمعنى هو سقف السيارة اللي بهاي اوكي الفتحة الموجودة بسقف السيارة. زين، ديسك وبريك جمعتهم مع بعض صارت ديسك بريك بهالشكل هذا. زين، سويت شوب صارت سويت شوب. زين، خلينا نجي نترجم الكلمات حتى ما ننسى. زين، ديسك هو ديسك او القرص، وبريك بمعنى يكسر. أنا لما أجمعها هتصير ديسك بريك. ديسك بريك هو الفرامل. زين، فشفتوا شلون اختلف؟ هنا أنا وين بريك وين ديسك، يختلف المعنى. زين، سويت شوب، سويت حلو، وشوب محل، صارت محل الحلويات. زين، information معلومات، وديسك مكتب، صارت information desk مكتب المعلومات. زين، insect و proof، insect حشرة و proof يعني ضد، فصارت اوكي انا هنا ما كاتبتها، اوكي صارت insect proof مضاد للحشرات. هنا أنا shop و assistant، صارت shop assistant بمعنى هو الموظف اللي بالمحل. زين، رح ناخذ بعد امثلة. car park هو موقف السيارات، كار سيارة وبارك موقف. زين، فيديو جيم ألعاب الفيديو. ليدر بان هي سلة المهملات، و اير باج هو، شوف الاير هواء والباج حقيبة، لكن الاير باج كيس الهواء اللي ينفجر، اللي موجود طبعا هو بداخل الستيرن، ينفجر بس تعرض إلى حادث لا قدر الله. أوكي، فهنا أنا أريد أعلمكم شغلة مهمة، شغلتكم هنا معاني. يعني شلون؟ يعني انتوا اذا ما تعرفون معاني ما راح تعرفون تحلون مثل هيجي سؤال. شلون حيجيكم السؤال؟ راح يجيب لكم مثلا يقول لكم سويت، ويحط لكم الشوب هنا، ويحط لكم بريك هنا، حيقول لكم ماتش. انتوا شو تسوون؟ راح تسوون ماتش حسب المعاني، حسب فهمكم للمعاني. اكيد مثلا هنا انا سويت، ما راح اقول سويت بريك او سويت روف، اوكي لا، راح احاول اربط مع بعض، لكن بشنو؟ بفهمي المعاني. دائما اقول المعاني ثم المعاني ثم المعاني. واذا تريدون تعدلون وتحسنون من لغتكم الانجليزيه عليكم انه تحفظون معاني. صح، أنا هذا ما أعتبره من القواعد، أعتبره من المعاني، لكن هو ذاكرة لكم، هو موضوع مهم ودائما يجي على شكل ماتش. ماتش يعني الصل بهالشكل، يعني فيديو أوكي بهالشكل أصلها مثلا ويا فيديو جيم، أوكي أوصلها، أوكي اير باك، كار بارك، وهكذا، سويت شوب، انفورميشن ديسك، ليدر بن، وهكذا. ممكن letter bin بهالشكل تلفظ، طريقتين صحيحة. اكو بعض الامثلة موجودة عندكم كتاب النشاط، اني اوريدي حليتها، كتاب النشاط بصفحة 10. بعد عندكم swimming pool، حوض السباحة، اني ناسي اكتبها. المهم هذا هو
الكومباوند ناون، الأسماء المركبة. لا حد يقنعكم أكو قاعدة ثانية للكومباوند ناون، هي بس هذا القواعد مالتها بهالشكل هذا. أوكي، مثل ما قلت لكم يعتمد على المعاني، فأنتم مجبرين شوية تقرون معاني. زين، تعالوا ننتقل إلى موضوع آخر. زين، درس ساعات مهم جدا. أنا أفضل أنه درس الساعات كل المراحل تدرسه، لأنه مهم مهم. يعني تخيلوا أحد يسألكم ساعة بيش، ما تعرفون شلون تجاوبون بالطريقة الصحيحة. اليوم راح أعلمكم طريقتين حتى تعرفون شلون تقولون الساعة. الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية اللي أنا تقريبا ما أحب أستخدمها، يعني اللي يجي يقول لي مثلا ساعة بيش هسه، أقول له ساعة واحدة، أوكي، 1 o'clock هسه AM بالليل، ناني دا أصور بالليل. المهم هسه أنا راح أجي نستخدم الطريقة الأولى. زين، الطريقة الأولى لازم نعرف عدة كلمات، حطيت لكم هاي الكلمات قلب حب، لازم تتعرفون على الكلمات وتحفظون إملاءها. أوكي، o'clock ساعة، أوكي، 3 o'clock، 2 o'clock، minutes دقائق، minute دقيقة، و minutes دقائق، و hours ساعات، hour ساعة و hours ساعات. أوكي، هاي أس الجمع، جبت لكم الكلمات في حالة الجمع بكيفكم، إذا تدون في حالة المفرد حسب. زين، هسه خليني نجي، أكو كلمات عندنا أخرى أيضا مهمة، مثلا عندنا numbers. هنا numbers أريدكم مو تحفظوها، أوكي، لكن لازم تعرفون الأرقام، يعني من 1 إلى 100 حتى تعرفون شلون تكتبون التايم. يعني طلاب اكو يعرفون مثلا يقولوا لي شفهي مثلا ساعة بيش هسه، لكن من يجي مثلا يكتب 3 ما يعرف يكتب 3، مثلا يكتبها بهالشكل او واي، اوكي، مكان الدبل اي. فلازم تعرفون شلون تكتبون الارقام. زين، خلينا نجي. ها، من طلعون الارقام، انا عادة لما اريد ادور عن اي موضوع اروح على الجوجل، اوكي، واكتب مثلا numbers in English، الارقام في اللغه الانجليزيه، راح تطلع لكم الارقام باللغه الانجليزيه. هاي المواضيع شويه شويه راح تتعلمون شلون تستخدمون الكمبيوتر او اللابتوب او التليفون، يعني كل هالشغلات الالكترونيه تستخدموها بصالحكم. زين، خلينا نجي احنا ناخذ الكلمات، هي past، have، احنا عادة متعلمين نقول quarter، لكن هي quarter، اوكي، quarter. شوية الكوردر هي لفظ امريكي، فاذا صعب عليكم قولوا quarter، بعدين احكي لكم قصة اللفظ الامريكي وياي. و two، زين، راح اقول لكم شنو معناته بالعربي. past كأنه دا اقول و، بس هي ما معناتها و، اذا تدين الصدق هي ما معناتها و، بس كأنه و. زين، have نصف، هذه ال L ما تلفظ، أوكي، ال L have دا أقول is have. زين، quarter أو كيفكم شو ما تحبون تلفظوها، أوكي، ربع، و two L للي مهووسين باللفظ الأمريكي فهي هاي quarter، إيش تلفظ بهالطريقة. زين، هسه نجي الطريقة الأولى، ايش راح أسوي؟ راح أقول مثلا الدقائق بعدين الساعات. هنا عندي شنو؟ عندي ساعة بثنتين، أجيب it is two، أجيب o'clock فهالشكل، two o'clock ساعة بثنتين. طبعا عندنا فتشي اسمه AM و PM، الـ AM والـ PM. الـ AM يعني صباحا، لحد ورا 12 الظهر نبدي بال PM، اوكي، وهكذا PM من ورا 12 الظهر الى 12 بالليل، وراها نبدي ورا 12 تبدي AM. هاي تحفظوها، اوكي، تفيدكم هواية، لانه اكو مرات يصير اكو التباس، يعني مثلا انا اقول لكم دا اصور بالوحدة، فانتوا تقولون وحدة بالليل لا وحدة الظهر، فانا اقول لكم مثلا وحدة AM، يعني بالليل يعني حيصير الصبح، اوكي، بعد كم ساعة يصير الصبح. زين، هسه خلينا نجي نكمل. زين، هاي أول طريقة، أوكي، طريقة سهلة، لما تكون عندي الساعة، تكون عندي ساعة كاملة، 3 o'clock 2 o'clock 1 o'clock وهكذا. زين، أقول
minutes. راح أقدم الدقائق. ما أقول 30، أقول have past. ساعة بال14 يعني ساعة بيش؟ بال14 شوفوا الساعة، الساعة إذا أجيب الساعة بهالشكل هذا وأبدي هنا أحط 6 وهنا أحط 12 وهنا أحط 9 وهنا أحط 3، بعد 12 يبدي 1 2، مو هنا أنا أحط ببالي إنه هاي 13 14 15، أوكي 16 17، أوكي 18 19، هنا خلينا نقول 6 7 8، أوكي خلينا نكتبها هنا 20 21، بالعشرة 22، 23، وهنا 24. شنو معناتها هاي؟ خلينا نكتب هاي 5، أوكي. اليوم أني عندي 24 ساعة، يعني one day ب 24 hours، ب 24 ساعة. الساعة الوحدة 1 hour، أوكي بيها 60 minutes. أوكي هذا التقسيم مهم انه تتعرفون عليه، ما كلكم حفظوا وانما تتعرفون عليه، ولا هو احنا نتعلمه بالايامنا الاعتياديه. زين فاني ورا 12 راح ابدي 13 14 15 وهكذا. فمن يقول لي 14 لازم انا اعرف ان هي ساعه بالثنتين. اذا انا هنا أنا عندي it's half past 2، ساعه بالثنتين ونصف، هذا مهم. عرفتوا منين اجت التو؟ انا هنا انا هاف، لان انا عندي 30 دقيقة وهي اصلا الساعة 60، احنا مو قلنا الساعة الوحدة 60 دقيقة، نص الستين 30، اذا هاف. اوكي بهالشكل 60 ساعة، اوكي و 30 شنو؟ نص ساعة. زين 15 اوكي هي الكوارتر، قلنا الربع. زين خلينا نجي نحل البقيه. هسه نجي عندنا شنو؟ عندنا 16 وهنا عندنا 45. هاي الطريقه راح تتغير شويه، 45 دقيقه يعني معناتها اذا اشوف اول شيء 16 شنو، خلينا نجي نشوف 16، اوكي يعني بالاربعه 16 بالاربعه، احط ببالي انه هاي معناتها بالاربعه و45 دقيقة، يعني بالأربعة وخمسة وأربعين دقيقة يعني بالخمسة إلا ربع، فراح أقول it's quarter أو quarter، it's quarter أو quarter to five. هسه تقولون شنو فايف؟ هو وين أكو فايف؟ مو قلنا هاي فور؟ أني لما أباوع الساعة راح أشوف إنه بالأربعة وخمسة وأربعين، فش راح أقول؟ هي بالخمسة إلا ربع، بالخمسة إلا، خلي أعدل لكم الخمسة لأن أباك معوقة، أوكي بالخمسة إلا ربع، أوكي بهذا الشكل. بهذا الشكل أني أكون خلصت أول جزء من الساعات. تعالوا ناخذ هاي المهمات، اوكي انا اعطيتها لكم تقريبا كل الطرق. زين تعالوا ناخذ طريقه اخرى لكتابه الساعات. جينا مره ثانيه الى الطريقه الثانيه اللي راح نستخدمها بتيلينج تايم. زين هنا انا راح اجي شكتب اكتب الساعه ثم الدقيقه، يعني الطريقه الثانيه، اوكي نكتب الساعات ثم الدقائق. ذيك الطريقة كتبنا الدقائق بعدين الساعات، كتبوها، أخاف ما كتبناها. ذيك الطريقة الأولى نكتب الدقائق ثم الساعات، أوكي الدقائق ثم الساعات. عفونا من خطي اللي ما يفهم، اوكي بس كتبوا حسب اللي انا دا اقوله، الدقائق ثم الساعات، هنا بالعكس الساعة ثم الدقائق.
زين خليني نجي انا هنا اذا اريد اقول ساعه بثلاثه عشر دقائق شو اقول؟ خلينا نقول it's 3:10 بعدين اقول مثلا minutes بثلاثه عشر دقائق واحط نقطه هنا راح اقول it is او it's اوكي اختصروها تقولون تختصروها بهالشكل اوكي بهالشكل تختصروها اقول it's 4 مثلا هنا 20 بهالشكل تقدرون تقولون minutes تقدرون ما تقولون minutes زين هسه اجينا على ثالثا ايضا it's اوكي 15 يعني ساعه بيش يعني ساعه بثلاثه اوكي بثلاثه it's 3 اوكي مثلا 30 بهالشكل يعني انا دا اكتب الارقام كما هي بدون ما اضيف اي شيء 3:30 مثلا 4:30 وهكذا لنفترض هنا مثلا قايل لي 45 دقيقه اقول it's 3:45 بهالشكل أنا راح أعرف إنه 45 دقيقة. هذا كل ما يتعلق ب telling time. حلو إذا أعطينا نفسنا أسئلة وقعدنا نباوع الساعة ونقول الساعات مع بعضنا. ممكن تسوون practicing مع أهلكم بالبيت مع أخوانكم يعني تسوون تمارسون اللغة أو هذا الموضوع. هذا كان فقط. الموضوعين دقيقة قبل لا تروحون اشتركوا بالقناة إذا كنتم ما مشتركين فعلوا جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء جديد أنا أنشره باي باي.